على أبواب فصل الخريف ومع اقتراب موسم هطول الأمطار تتزايد مخاوف السكان من انتشار القمامة بالعاصمة نواكشوط. لا تخطئ عينك وأنت تتجول في الشوارع والحارات أكوام الأوساخ التي تزكم الأنوف وتسبب مشاكل صحية كثيرة، فهي تحتل جانبا كبيرا من المشهد. تقول لي مضيط، احنا مضيطنا، سمعت اختروا تقرا في عنا في اللي مضيطنا عندنا شنو الحمل الاحمر مضيط وحتى لا اقصى درجه، سمعت اختروا تنقل عنا ونختروا ذا كامل يلصق عنا بيلي لي يجي زمن دخل يزرق ويود هذا كامل رايح به الماء ولي تضيع البيئه كامله ويضيع هذاك ذيك مضيط، ونختار ذاك الدوله تعدل من حال تصقع عنا ينباليت وذا الأوساخ كاملة بيدي جارانا لا المراض التركة وذاك الشي كامل طارهي ما هو زين، ونختار ذاك من الدولة لا تصقع عنا ينباليت. أصبح التعايش مع القمامة هنا أمرا يفرضه الواقع ولا مفر منه، لذلك يشقها المارة دون تحفظ ويعرض الباعة قربها بضاعتهم، بل يجمع منها البعض ما يعينه في سد خلته، فالتعامل مع الواقع يفرض نفسه. انظروا أول شيء ينظف عنا ذا ويساوي الناس كامل في النظافه، والناس ما عندك شيء واحده فيه، ان كان كل حد تخلص على النظافه والله ما يبقى فيه شيء، لا تم خرص عليه بالكيلوات خرصه، كانت تبقى لكم هنا تبقى لكم شيء من بالت ما تبقى شيء هون، لا لو دون ماده جاد عليها عنها تبقى تنظف بيئتها، ضروري تنظف ذا كامل، مع ان قاف الشرايك يجونا ولا شيء، بان احنا نظيفين اصلا موريتاني من النظح. وتشهد العاصمه نواكشوط انتشارا كبيرا للقمامه، وهو أمر يعزوه بعض المراقبين إلى تراخي الجهات المعنية عن الملف وضعف الشركات المتعاقد معها في هذا الإطار، مما أدى إلى هذه المظاهر المنافية للمدنية والمضرة بالصحة والتي تستوي فيها جنبات العاصمة.